حق وبيان وبيان يا قبسا يهدي الإنسان يهدي الإنسان ويبدد ظلما وظلاما وشراعا ودليل أمان. الموت الموت أين سنموت وكيف سنموت ومتى سنموت لا يعلم ذلك أحد إلا الله. وهتقابل ربنا، ولو قابلت ربنا على الحال ده تبقى مصيبة كبيرة. أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصي. الموت قريب، قريب جدا. أقرب إلى أحدكم من شراك نعمة. طب وانت مش عارف انك هتموت؟ حضرتك خايف؟ حضرتك خايفة؟ حد فيكم خايف يموت؟ خد بالك، المشكلة مش في الموت نفسه، المشكلة في اللي بعد اللي بعد. ممات ثم حشر ثم نشر وتوبيخ وأهوال عظام. اعمل حسابك ان انت هتموت دلوقتي. توب دلوقتي. احرص كل الحرص ألا تموت على معصية. لا تغتر بقوتك فالله أقوى، ولا تغتر بجاهك فالسلطان لله، ولا تغتر بمالك فالله الذي أغناك. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك والله من مالك إلا الأكفان. فلا تدري يا عبد الله، إذا نمت سيأتي عليك الصباح، وهل إذا أصبحت سيأتي عليك المساء. الخوف من الموت لما يدخل القلب بيطهر. فلنحرص دائما أن نعمل الأعمال الصالحة وألا نتكلم إلا بالكلمات الطيبة. ما بالنا نكره الموت. الإنسان وهو رائد على سرير الموت وحاسس إن روحه هتخرج، انقطع التعلق بالأسباب وصارت الدنيا وراء ظهره. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. من علامات حسن الخاتمة الموت على عمل صالح. يوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا. فالحق نفسك، لو ما كنتش مسلم تسلم، ولو كنت مسلم لكن عاصي تب إلى الله. أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما غفلوا وناموا. لقد خلقوا ليوم لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وهام. يا دعوة حق وبيان يا قبسا يهدي الإنسان